كان في نقص في الموظفين، فاحنا تطوعنا لخدمة مصر عشان نراقب انتخاباتنا وتطلع ان شاء الله زي ما احنا عايزين. ان شاء الله اول مره راقب انتخابات، واول مره انزل انتخابات رئاسه مصر. عايزه مصر تبقى كويسه، عايزه مصر تبقى في احسن، عايزه ثورتي تنجح. نزلت التحرير وقفنا عايزين صورتنا تنجح، وان شاء الله هتنجح النهارده. اكبر دليل ان الناس جايه من الساعه 6:30 صباحا، طوابير وناس كبيره وناس عواجيز وستات مش قادرين يمشوا، يعني بيتسندوا على اللي جنبهم علشان يبقى مصر الجديده باذن الله.